الغناء والعزف. بلشت بالغناء والعزف، كان عمري 4 سنين بالعزف. بلشت بالأورج عند الأستاذ مدين الصالح، وبعدين بلشت بالعزف في الكمان، وهو إنه طلع إنه صوتي حلو خارج الغناء وعلمني عند الأستاذ يامن الصالح. وبعدها تطورت وصرت كبيرة، وهلا عم بهني وطلعت بمهرجان دار الأوبرا وشاركت بالرواد. عندي شوية تمثيل ورقص وزومبا وجمباز، وعندي غناء على عيد الأم على اليوتيوب اسمه ست الكل قمر الشام لعيد الأم من ألحان وعزف أستاذ محمد بنوس. طبعا أمر من لما خليت كان عندها، تحسي عندها ميول ومواهب بالفطرة، يعني لما كانت صغيرة كانت تغني بشكل عفوي بدون ما حد يوجه، تسمع أي شيء بتغني. سجلناها بالعزف على الأورج، كان عندها أورج صغير بعمر 4 سنين عزفت عليه، وإنش الحمد لله وصلت لمرحلة إنه اكتشفوها، صار في ناس في اهتمام، صار في تأليف لها الأغاني خاصة، غنية لعيد الأم اسمها ست الكل، ألفوا لها وعزفيتها ونزلت على اليوتيوب. الطفلة موهوبة غناء وفنا وعزفا. نحن هون بالمدرسة نعتمد على مبدأ حب الطفل للمدرسة من خلال هواياته، من خلال تلبية المواهب، من خلال المسابقات بالتعاون مع فرع طلاء عباس رواد، كمان من خلال التعاون مع التربية. السنة اشتغلنا مع مهرجان كبار صغار، كان مهرجان كتير رائع.